السلام عليكم. هذا فيديو راه طلب من عند الاخ حسين بن ثابت. المهم دروك ندير لكم ان شاء الله فيديو خفيف ظريف. هذه شاحنه ايفيكو فيها رافعه تقريبا نفس الرافعات الاخرين، يعني نفس المبدا. المهم نبدا على بركه الله. اول حاجه نولع المحرك. بعد ما نولعوا المحرك نشغلوا البومبه تاع الهيدروليك. يلا نبداو، بسم الله بسم الله. بعد ما نشغلوا المحرك نشغلوا المضخه تاع الهيدروليك تاع الزيت، لا بومب هيدروليك. البومب هيدروليك راه كانو كان طافي شويه، لازم لها الريح، خلو حتى لومبرياج يولي سلس، راه قاسي شويه، خلو له لابريسيون وشغلوها. رجل تيليسكوب ما فيش الكابل، برك تقريبا كيف هو الرافعة، هذا ما فيش كابل، برك نعرفكم كيف يخدم. سهل مش حاجة. الناس اللي راهم رايحين لأوروبا والناس اللي راهم في خارج الوطن وداخل الوطن وحابين يتعلموا له، هذا راه سهل وفي نفس الوقت حرفة مطلوبة خارج الوطن. بسم الله. هاي وين هذه هي البريز موفمون، والله وش يقولوا لها، المضخه تاع الزيت منها تشغلها. ومرة تلقاهم الشاحنات يختلفوا، كاين اللي تلقاها الفوق كاين اللي تلقاها هنا. كاين هاي فيها شغل اشاره تاع العجلات، والفوق في الوسط جايه شغل مضخه. والله هذه هي، كي تهبط لتحت راه تشتغل كيما هاي. واضح، انا هبط لتحت ونوريكم كيف هي. بسم الله، نوريها لكم من بعيد باش تبان هذه الرافعة. باش تفهموا مبدأ العمل تاعها، هي تقريبا هي الرافعة كيف ما بيناتهمش. هاي فيها فلاش، فيها فلاش الزوجة، فيها تيليسكوب. عندك ما فيهاش موفل، فيها مخطاف صغير وما فيهاش كابل، فيها عوارض، فيها ارجل تقريبا كيف، فيها خزان الزيت والمؤشر، خزان الزيت والمؤشر. العوارض تاعها كيما الرافعات الصينية تقريبا كيف. عندك شنو تختلف هنا؟ هي هاد المانيت هادي كيما هاك حالة رافعة، كي تعود طالع للرافعة تسكر الزيت الهيدروليك، توقفوا من هاد الاستعمال هنا اللي في الأسفل، توقفوا باش تقدر تطلع الفوق وتخدم في الرافعة. راهو هنا البلاصة، دوك نطلع نوريها لكم. وكان ما توقفوش منها ما تقدرش تطلع، ما تخدم لكش الرافعة الفوق. وكيما هاك ومن هذا الاتجاه هذا تخدم بالعوارض والارجل. جماعة اللي يعرفوا الرافعات الصينيه كيما ذاك النوع راهوين تقريبا كيف كاع راهوين كيف هي وياها في العوارض وفي الارجل. انا راني كنت في حاله عمل رسمان، نخدم مع الجماعه، قال لي كاش نهار نعاود نديرها كاع وهي مسكره ونوريكم كيفاش يخرجوا العوارض. المهم هذول هما تاع العوارض والارجل، انا نظن راه مفهومه هادي. دوك نطلعوا الفوق، نسكروا ونطلعوا الفوق. بسم الله، الفوق هاي فيها كرسي وفيها حركات، فيها لي مانيس كل واحده بالموفمون تاعها. مثلا تريح في الكرسي، مثلا راك حاب تلف لليسار،
وهذا طلعوا قلت لك اليسار اليمين لف اليمين تلف اليسار تلف اليسار مثلا حاب تطلع الحمولة كاين دو فلاش كاينه هذه فلاش الكبيرة هذه هاي وين نورمالمون راكم تشوفوا فيها يطلع يطلع هذه لا فلاش كبيرة طلع وتهبط سهلة ماهيش حاجة معقدة وهذا تاع لا فلاش صغيرة راها وين ماهيش صغيرة هما تقريبا راهم كيف كيف فيها دو فلاش وفيها هذا تاع تيليسكوب هكذا يدخل تيليسكوب كما راه يدخل تيليسكوب مش عارف راه يبان ولا ما يبانش كما كي يخرج تيليسكوب كبير فيه ثلاثة الكبار فيه ثلاثة تيليسكوب كبار من بعد كي تكملهم تخرجهم تزيد تفرج صغار ثلاثة على بالي ماكم تشوفوا فيها ماهيش فلان بصح راه يخرج على بالي بلي راه يخرج تيليسكوب هاو يخرج ثلاثة صغار راهم يخرجوا وكيما راك تدخل لفة اليمين هاي لفة اليمين وهذه لفة اليسار هذا الرافعات يستعملوهم في اوروبا ياسر الناس اللي راهم مهتمين وحابين يروحوا يخدموا في اوروبا فرنسا المانيا امريكا هذا النوع هذا يستعملوه ياسر راه موش حاجه سهله ما كاع لفة اليسار كي طلع لفة اليمين روتاسيون وهذه لا فلاش الكبيره هكذا تهبط هاي تهبط وهكذا تطلع هذه لا فلاش صغيرة هذه تيليسكوب الكبار ثلاثة كبار كي تدفع الأمام راهم يخرجوا وكي تجبد ليك راهم يدخلوا وهذون كي تكمل كي تكمل قلمت له الحمولة راه مازال بعيدة عليك ويقضاو هذون ثلاثة زيد كمل هذون ثلاثة واحد آخرين زيد تخرج هاك زيد تخرج راه توصل حتى ل 12 متر ولا 15 متر وتركب الحمولة تاعك هذه راه 6 طن راني نسيت باش نقولكم وكي تعود تشتغل ما تنساش تبرد الزيت تاعك هاو الزيت هاو ولا المبرد تاع الزيت ساعة ساعة برد هاك تخدم منين دا تبرد الزيت تاعك كاين اللي تلقاها اوتوماتيك وكاين اللي تلقاها مانيال انت تبردها وانت نظن راها واضحة المعلومات هذه والعوارض عندهم نفس الحركات منه ومن هنا قاع نفس تحب تشتغل منه تحب من هنا هاي سهلة ما كان والو انا ركبو في الكوفراج اي جماعة المهتمين يعطونا دعوة الخير وراه ما كان والو هاد الامور هذه سهلة ما قاع اي ربي يوفق الجميع ان شاء الله السلام عليكم.